شيشار دوان رئيس وكالة مصلحة الضمان الاجتماعي الحي حسني. الموضوع ديال هاد النضوة هادي هو كيدخل في إطار اللقاءات التواصلية اللي كيديرهم الضمان الاجتماعي مع الحرفيين باش يشرح لهم معطيات ديال القانون 41/23. دوك هاد القانون اللي جا باش يعفي الحرفيين من واحد الجزء كبير من المستحقات ديال الضمان الاجتماعي اللي كتعلق بواحد الفتره 11/2023 وما قبل، باش يقدروا يستافدوا من بعد من هذيك التغطيه الصحيه اللي كتمكن لهم باش يدفعوا الملفات ديالهم في الوكالات في مكاتب القرب ويبداو يستافدوا هم والافراد ديال الاسره ديالهم، وكنعني يعني الزوجه ديالهم والابناء اقل من 21 سنه والاطفال اللي عندهم واحد السن اللي كيتجاوز 21 حتى 26 سنه في حاله تمدرس. خرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.